السلام عليكم، اهلا بيكم. احلى حاجه نعملها في البرد ده هي صينيه العزيزيه المكرونه باللبن، كيلو لبن و 250 جرام مكرونه، يعني نص كيس صغير. وبنسلق المكرونه ونحط عليها كوبايه سكر ونضربها في الخلاط، ونضيف عليها كيلو اللبن وشويه جوز هند وشويه سوداني ومعلقة زبدة أو معلقة سمنة أو ممكن ما تضيفهمش خالص، وندخلها نديها غلوة على البوتاجاز من فوق، وبعد كده نحطها تحت الشواية تاخد اللون الحلو ده وتتقدم سخنة في البرد الجميل. جو البرد الشديد ده تبقى حاجة جميلة ومدفية ومغذية لنا ولولادنا، وبالهنا والصحة. حياتي عزة سداني.